الهجوم ده اللي اتعلمته في ريال مدريد، والاستمتاع ده اللي لعبت عشانه الكورة ومش مستعد ابطله حتى لو معنى كده ان هخسر الكورة وانا برقص اتنين. وبما اني فقدت الكورة دلوقتي وقدامي وقت طويل جدا لحد ما ارجع للدفاع، فخلوني احكي لكم حكايتي. قصتي ممكن تكون تقليدية للاعب برازيلي، طفل فقير بيلعب في الشوارع، احلامه كبيرة جدا، اكبر بكتير من انها تتحقق، او على الاقل ده اللي كنت فاكره. مش هكلمكم عن كفاحي في قهر الصعاب، انا ما كنتش اكتر شخص مؤثر في حياتي من الاساس، لان الفضل كله بيرجع لشخصين اهمهم جدي. جدي كان مؤمن بيا اكتر ما انا مؤمن بنفسي، عشان كده كان مستعد يعمل اي حاجه عشان اروح للتدريبات، وكل ما كنت بلعب اكتر بثبت نفسي اكتر جدي كان بيضحي اكتر. في يوم ما كانش معانا فلوس، راح بار قريب من البيت ومعاه عمله معدنيه واحده في جيبه، قال لي ادعي اننا نكسب، وحط العملة في ماكينة الحظ وراهن على إنها هتجيب صورة كرواتيا 3 مرات. يومها كسبنا فلوس أكلت بيها برجر ورحت بعدها التدريبات. وكل ما كنت بلعب أكتر بثبت نفسي أكتر جدي كان بيضحي أكتر، لحد ما باع عربيته الفولكس فاجن عشان يضمن إن أقدر أكمل وحقق له حلمه. وفي يوم من الأيام، وبسبب إن المدرب كان مخليني احتياطي دايما، كنت هدمر كل حاجة وقررت أبطل كورة. جد اتصدم وبدأ يعيط وصرخ، بعد كل اللي عملناه، بعد كل معاناتنا، أنا لسه عايز أشوفك بتلعب في المراكانة. أكيد أنتوا دلوقتي عارفين إن سمعت كلامه، وعلى الأرجح عارفين إن لعبت في مراكانة فعلا بعدها بسنتين مع فريق فلومينينسي. وجدي كان في المدرج، حققت له حلم من أحلامه. أما اللعب لريال مدريد، مجرد الانضمام لي، فكان تجربة خيالية. ما كنتش مصدق إن حمضي فعلا، حتى لما حطوا العقود قدامي ما كنتش مستوعب ان عندي 18 سنه وبقابل نجوم العالم. الموضوع جوه دماغي في نفس صعوبه مقابله السوبر هيروز، بالذات روبرتو كارلوس. ما كانش بالنسبه لي مجرد قدوه، كان اله، ولحد النهارده مش مصدق ان روبرتو قال لي اني احرف منه، رغم ان كنت فعليا جايه نفسه على مركزه، لكنه كان نبيل جدا معايا ودعاني لبيته في اول كريسماس ليا في اسبانيا. وفي النهايه روبرتو كارلوس بقى صديق مقرب اكتر منه اله. في 2014 جدي كان مريض جدا، كان عايش الشهور الأخيرة في حياته. وقتها جات لي فرصة رسم بسمة أخيرة على وشه، الفوز بأبطال أوروبا. لكن للأسف أكتر مباراة كنت منتظرها في حياتي النهائي ضد أتلتيكو، كنت احتياطي فيها. كنت غضبان جدا وشلت طاقة كبيرة جوا نفسي، لحد ما دخلت في الشوط الثاني، راموس أنقذنا وسجل التعادل، وأنا خرجت كل الغضب والطاقة اللي جوايا، قدمت كل ما أملك وسجلت الجول الثالث وعوضت جدي عن العربية الفولكس. دي كانت آخر ابتسامة شفتها على وش جدي قبل ما يتوفى، قبل 3 أيام من خسارتي وخسارة البرازيل كلها 7-1 من ألمانيا. في بداية كلامي معاكم قلت لكم إن في شخصين أثروا في مسيرتي، أكيد استنتجتوا إن الأول هو جدي، أما الشخص الثاني فهو أي شخص بيقلل مني وبيساعدني إن أحفز نفسي. قبل نهائي أبطال أوروبا 2018 سمعت تصريح مستفز من لاعب ومدرب سابق في ريال مدريد، نصحني إن أشتري صورة محمد صلاح وعلقها على الحيطة وصلي قدامها يوميا. بعد مسيرة 12 سنة و3 ألقاب في دوري الأبطال، الشخص ده قلل من احترامي، كان هدفه إنه يحبطني، لكن على النقيض إداني دوافع كبيرة جدا. أثناء الماتش وإحنا كسبانين وبعد ما صنعت هدفين، افتكرت التصريح وضحكت وشكرته في سري على الحافز اللي خلقه جوايا. كل لاعب مننا سواء أنا أو صلاح بيعرف يطلع أكتر من اللي جواه لما بيلاقي التحدي، أو ده اللي بيفرق اللاعب العادي عن اللاعب الناجح. شكراً لكل شخص في حياتي تحداني، شكراً للي ساعدني بقصد أو من غير، وأكيد شكراً لزمايلي في الدفاع اللي مستحملين نزواتي الهجومية.